تحية صباحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أبحرت قبل قليل الباخرة الناقلة البترولية الجزائرية إن أكر صوب دولة لبنان الشقيق في رحلة تدوم 6 أيام، بعد أن أتمت شركة سوناطراك بميناء سكيكدا عملية شحن أولى كمية الفيول والمقدرة بحوالي 30,000 طن على متنها، وقامت كذلك بإتمام الإجراءات التجارية والأمنية التي أشرفت عليها مختلف الإطارات التابعة للشركة. هذه المبادرة التضامنية تأتي لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات التي تجمع الجزائر ولبنان. في ملف الرئاسيات، تدخل الحملة الانتخابية اليوم أسبوعها الثاني بتنشيط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن لعرض البرامج الانتخابية للمترشحين. مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش نشط لقاء جواريا بولاية قسنطينة، تابعته سونيا غاسي. ضرورة اشراك الشباب في العمل السياسي من أبرز النقاط التي ركز عليها المترشح يوسف أوشيش خلال لقائه بشباب ولاية قسنطينة. هذه الفئة حسب أوشيش تملك كل المؤهلات لذلك. الشبيبة عندها كلمتها، ما لازمش تخضع للتهميش، وما لازمش نخليه الناس اللي حابة تعزلها واللي تفرض ولا تبوسيها باش تروح تدي البوطيات وتخرج من البلاد. احنا قلنا الشبيبة عندها كلمتها، و75% من الناس تاع الجزائر هما شبيبة، لازم يتحملوا مسؤولياتهم ويفرضوا التغيير، لان بلاد هذه بلادهم. ما عندناش شامبي دو شونج، ما عندناش بلاد اخرى، لازم ندافعوا على بلادنا وندافعوا على بلادنا باش نقويوا المؤسسات نتاعنا، باش ايضا نرجعوا السياده للشعب والشعب اللي يمارس السلطه. البلاد مقبله على انتخابات رئاسيه، انتخابات مفصليه، انتخابات عندها اهميه كبيره للبلاد، باش نضمنوا استمراريه الدوله الوطنيه، باش نحافظوا على وحده البلاد، وباش نامنوا استقرارها. هذه مسؤوليه وطنيه. كنت نقولها للاخوه هنا باللي الشباب كيما انت كيما انا اللي داروا الثوره التحريريه، زيغود يوسف ديدوش مراد، حاربوا الاستعمار وحروا البلاد. اليوم الشباب نتاعنا عندهم المؤهلات باش يلعب الادوار الاولى في بلاده، باش يشارك في تسيير شؤون بلاده. ما لازمش يفقد الامل، ما لازمش يفقد الثقه، لكن لازم يعمل باش يغير الامور للاحسن. وهذه يوصي عليها ديننا الحنيف، يوصي عليها يعني كل المبادئ اللي نناضلوا على جالها. احنا معولين كثير على فئه الشباب باش تقول كلمتها يوم 7 سبتمبر وتكون الى جانب التغيير، التغيير الايجابي، التغيير اللي يكرس مؤسسات تخدم الصالح العام، التغيير اللي يحسن الظروف المعيشيه للجزائريين والجزائريات، التغيير اللي يكرس العدل والعداله ويقضي على الحقره. هذا وجاب المترشح عن جبهه القوى الاشتراكيه خلال نشاطه الجواري كل من مدينه قسنطينه وعلي منجلي ومدينه الخروب، حيث استمع الى انشغالات الشباب وعرض عليهم برنامجه الانتخابي. الأحزاب الداعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون نشطت تجمعات شعبية في عدد من ولايات الوطن رصدتها فوزية تاج. توافق للأحزاب الداعمة للمرشح الحر عبد المجيد تبون، أفلان، أراندي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني حول رؤيته التي أساسها بناء اقتصاد قوي ومستدام. بجهد وإخلاص ونكون جدار أو جدار حصين وجبهة داخلية قوية لحماية بلادنا لحماية وطننا، ويواصل هذه المكتسبات، ولكن عنده نظرة أكبر على الاقتصاد، لأنه يعلم أن السيادة تكون غير كاملة بدون اقتصاد سيد.
اقتصاد كامل متكامل. الرجل عنده نظرة في تسيير اقتصادي، نظرة لبناء مؤسسات قوية، نظرة، وهو عازم على تحول اقتصادي قوي يكون في مستوى الثروة وتعم فيها الجزائر. عندما أنهينا مبادرة التلاحم الوطني ما يقارب 11 جهة تحركت في وقت واحد، ولكن خطتهم فشلت عندما تم ترشيح حركة البناء الوطني لرئيس الجمهورية قبل أشهر. صوت الشعب والفجر الجديد أكدوا أن البلاد بحاجة إلى مواصلة ما تم إنجازه من مشاريع تنموية. استعدادنا على مواصلة المسيرة موش عبثي موش عفوي، مبني على واقع، على تحسين الإطار المعيشي. احنا نقول هذه بداية تحتاج إلى مواصلة في مسار التنمية. انتخابات 7 سبتمبر أن تكون من أجل الدولة الجزائرية، من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، ومن أجل ضمان المستقبل. المبادرة الشبانية نقترح ونصوت دعت إلى التصويت لصالح مرشح الشباب عبد المجيد تبون. انتخاب على مرشحنا بقوة حتى تكون نسبة نجاحه بحول الله تعالى نسبة كبيرة، تعطيه مصداقية مطلقة وتعطيه قوة كبيرة تجعلنا نقول له كلنا بصوت واحد، نحن معك لنقطف ثمار ما بدأته ولنواصل مع بعضنا البعض كأمة جزائرية. مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن الشريف نشط لقاء جواريا بولاية بجاية. زكريا ميهوبي. من المسرح الجهوي إلى ساحة أول نوفمبر بأعالي مدينة بجاية ترجل المترشح للرئاسيات عبد العالي حسن شريف، حيث تحدث إلى المواطنين واستمع لانشغالاتهم ودعا لاستغلال أمثل لمقومات بجاية الاقتصادية والسياحية. مطلوب منا إن شاء الله نكونوا كامل حاضرين في هذه الانتخابات. ولاية بجاية ولاية مهمة من ناحية السياحية، ولاية مهمة من ناحية الفلاحية، ولاية فيها ثروات كثيرة، فيها مؤسسات اقتصادية كبيرة، قطب اقتصادي كبير لها في البلاد، إمكانيات اللي موجودة في ولاية بجاية قادرة تعيش الشعب الجزائري كامل. احنا فرصتنا للشعب الجزائري وسكان هذه الولاية كيفاش نرتقيه بالسياحة في هذه الولاية، كيفاش نحولوا هذه المؤسسات الصناعية إلى مؤسسات كبيرة تساهم في المنتوج الوطني، كيفاش نرقيه الفلاحة في هذه الولاية، كيفاش نرقيه مختلف المقدرات اللي راه موجوده فيها، ونهتموا بفئه الشباب، ونهتموا بفئه النساء، ونهتموا بكل فئات. احنا بالنسبه لنا الشباب لازم نبحثوا على فرص التعامل الحقيقيه، لازم ننقلوهم من البطاله الى العمل، لازم تكون هناك مشاريع تاع ادماج الشباب في العمل في المؤسسات الاقتصاديه، واننا نعيش في عداله اجتماعيه حقيقيه، لان هذا مشروعنا يرتكز على اننا لازم نركزوا العداله الاجتماعيه في هذه البلاد، لأن العدالة الاجتماعية جاء بها بيان أول نوفمبر وإحنا باش نحافظوا عليها. وفي الختام نقول أن فرحان بوجودي في ولاية بجاية، ولقيت ترحاب كبير سواء من الإطارات تاعنا في الحزب أو من سكان ولاية بجاية، وكانت لنا نقطة الأولى أنت وزلنا قنوين وقفنا وقرينا الفاتحة على الشهداء وطلعنا على تاريخ بجاية الحديث اللي كانت من بجاية انطلاقة لتحرير الجزائر ككل. ولذلك هذه الولاية نفتخروا بها ونعتزوا بها ونتمناو أننا إن شاء الله تكون لنا فيها حظ كبير، أن المواطنين تاعنا بجاية ينتخبوا علينا إن شاء الله يوم 7 سبتمبر على أساس نكملوا هذا المشروع تاع فرصة الجزائر، فرصة الشباب، فرصة النساء، فرصة البطالين، فرصة الفلاحين، فرصة المستثمرين، فرصة كل أبناء الجزائر، كل أبناء بجاية إن شاء الله. مرشح حركة مجتمع سلم ومن إفري أوزلاغن مقر انعقاد مؤتمر صمام صرح بأهمية الحفاظ على المرجعية التاريخية للثورة، وأشاد بأهمية بجاية كحاضرة إنسانية. أسبوع كامل من عمر الحملة الانتخابية إذن ينقضي، طاف خلاله المترشحون الثلاثة وممثلهم مختلف ولايات الوطن في تجمعات شعبية ولقاءات جوارية استعرضوا فيها الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية. زميل أحمد خير الدين في قراءة لما تضمنته خطابات المترشحين في الأسبوع الأول من الحملة. أسبوع كامل يمر على انطلاق الحملة الانتخابية تحسبا لموعد 7 سبتمبر.
ارتفع سقف طرح الأفكار والتصورات بين المترشحين الثلاثة الذين ينتظر منهم إقناع الناخبين واستمالتهم للتصويت واختيار المرشح الذي سيقود البلاد لخمس سنوات مقبلة. وفي أجواء الحملة الانتخابية جاب المترشحون الثلاثة والأحزاب الداعمة لهم مختلف ولايات الوطن، حيث يراهن كل من يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون المترشح الحر، وعبد العالي حسن شريف مرشح حركة مجتمع السلم على شرح برامجهم الانتخابية والتقرب من المواطنين من خلال تنظيم تجمعات شعبية والقيام بنشاطات دعائية في مختلف ولايات الوطن. القدرة الشرائية للمواطن والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية في العيش وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات والحفاظ على المكانة التي وصلت إليها الجزائر قاريا ودوليا هي أبرز المحاور التي استند عليها المترشحون الثلاثة والأحزاب الداعمة لهم عند لقائهم بالمواطنين. تنوعت البرامج والخطابات التي انطلق منها المترشحون لتشمل كل الشرائح والفئات الاجتماعية بمختلف مكوناتها. وفي ظل هذا التنافس الشديد أصبحت الخطابات السياسية وسيلة أساسية لتحديد مسار الحملة الانتخابية. الخطاب السياسي في أول أسابيع الحملة الانتخابية جاء باعثا للأمل والثقة ومواصلة التغيير لمواجهة حملات زرع اليأس. ومن خلال مختلف المنابر التي يعول عليها المترشحون الثلاثة الذين يتنافسون على استقطاب أصوات نحو 24 مليون ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، ينتظر أن ترتفع المنافسة مع بداية الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، ليكون موعد السابع من سبتمبر عرسا ديمقراطيا يختار فيه الناخب بكل حرية وثقة من يراه الأنسب لقيادة البلاد. إلى المشاريع الصناعية الكبرى، حيث قام مركب الحديد والصلب توسيالي ولأول مرة بتصدير 25 ألف طن من الألواح الحديدية نحو الأسواق الدولية، وذلك بعد التشغيل الجزئي للمركب الجديد للحديد المسطح. مركب توسيالي يطمح إلى تصدير المنتجات المصنعة بشكل كلي على شكل مسطحات حديدية قبل نهاية العام الجاري. التفاصيل مع مصين حمية. لحظة فارقة في تاريخ الصناعة الجزائرية، مركب توسيالي الجزائري يصدر من ميناء أرزيو بوهران أولى الشحنات من مسطحات الحديد المصنعة محليا، مما يعكس قفزة نوعية في قدرات البلاد الصناعية وتوجهها نحو تعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات. مسطحات حديدية ستبحر بثبات نحو العالمية، وقد تم تجهيزها وفقا لأعلى معايير الجودة، مما يعزز ثقة الجزائر في قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الحديدية. المادة المصدرة حاليا عبارة عن ألواح حديدية، وهي منتوج نصف مصنع في انتظار وحدة الدرفالة لامينوار التي ستبدأ الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية، مما سيسمح للشركة بتصدير منتوجها على شكله النهائي وهو المسطحات الحديدية لاطون. الكميات المصدرة ستصل إلى 50 ألف طن شهريا، وستسمح للشركة برفع رقم عملها في التصدير ب 40 مليون دولار إضافية، وذلك شهريا. هذا الإنجاز نتاج سنوات من العمل والتطوير، يعكس التزام الجزائر بتنويع قطاع الصناعة وترقية الصادرات، التي تلخص استراتيجية عمل تسير نحو الاستمرار في تحقيق المزيد من الخطى الثابتة، فهي لا تمثل فقط شحنة من الحديد، بل هي مؤشر واضح على تحول الجزائر لمصدر رئيسي، ما سيفتح الباب لمزيد من الفرص الاقتصادية ويعزز مكانة البلاد على الساحة الدولية. من جهة أخرى، دخول المركب الجديد المرتقب قبل نهاية السنة سيسمح برفع رقم أعمال الشركة إلى 2 مليار دولار سنويا، وتسويق منتوجات الشركة نحو 100 دولة.
المرحلة الثانية من المشروع والتي شرعت فيها الشركة حاليا هي مركب الدرفلة على البارد لامينوار أطول فروة، والذي سيسمح للشركة بإعادة تحويل هذه المسطحات إلى منتوج ذو قيمة مضافة أكبر. من ميناء أرزيو بوهران تشق هذه السفينة البحرية عباب البحر محملة بمسطحات الحديد صلب نحو أفاق بعيدة لتدر على الاقتصاد الجزائري عملة صعبة. هذه السفينة ليست مجرد وسيلة لنقل البضائع، بل هي رمز لعزم الجزائر على تحويل ثرواتها لمصدر للنمو والازدهار. في موضوع آخر، وفي إطار الاحتفالات باليوم الوطني للمجاهد المخلد لذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام، شهدت مختلف النواحي العسكرية تسمية وحدات وهياكل الجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ومجاهدي ثورة التحريرية المجيدة. وليد صاري. أشرف اللواء نور الدين حملي قائد الناحية العسكرية الخامسة يوم الثلاثاء 20 أوت على مراسم تسمية مقر كتيبة للدبابات باسم الشهيد حميد السوفي. وبالناحية العسكرية الأولى أشرف اللواء علي سيدان قائد الناحية يوم 20 أوت على مراسم تسمية كل من مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة باسم الشهيد ثامر بن عمران. ومقر المجموعة 31 للتدخل للدرك الوطني بالجلفة باسم الشهيد زيان بوهالي. كما أشرف اللواء محمد الطيب براكني قائد الناحية العسكرية الثانية يوم 21 أوت على مراسم تسمية المؤسسة الوزارية للاحتياط العام للأسلحة باسم المجاهد المتوفي عبد القادر فلوحي. وبالناحية العسكرية الثالثة أشرف اللواء نائب قائد الناحية يوم 20 أوت على مراسم تسمية المجموعة 28 لحرس الحدود ببني والنيف باسم الشهيد نعار بوعمامة. هذه المراسم حضرها إطارات من السلطات العسكرية والمدنية، وعرفت تكريم أفراد من عائلات الشهداء الذين توشحت أسماءهم وحدات مختلف النواحي العسكرية. كما احتضن المتحف المركزي للجيش ندوة تاريخية بمناسبة يوم المجاهد، والتي عرفت حضور إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي، مجاهدين، أساتذة وباحثين في التاريخ، إلى جانب مواطنين من مختلف الفئات. الندوة التاريخية استهلت بعرض فيلم وثائقي حول هجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام بعنوان على طريق النصر يتجدد العزم، من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، ليفسح المجال بعد ذلك لأساتذة جامعيين لتقديم مداخلات تاريخية حول الذكرى. كما استمع الجمهور الحاضر للشهادة الحية التي قدمها المجاهد عثمانية عبد الله حول هاتين المحطتين الهامتين في تاريخ الثورة التحريرية المظفرة. في الأخير زار الحضور معرضا للصور التاريخية أقيم بذات المناسبة، والذي سيستمر إلى نهاية الأسبوع. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أوت 2024 عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد دائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 14 عنصر دعم للجماعة الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة لجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 51 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال قنطار وستة كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 40 كيلوغراما و259 غراما من مادة الكوكايين و86 ألفا و169 قرصا مهلوسا. وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 414 شخصا وضبطت 24 مركبة و71 مولدا كهربائيا و37 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 41 شخصا آخر وضبط 6 بنادق صيد و4 مسدسات ألية و4700 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 368 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر تراب الوطني. من جهة أخرى، تمكن حرس وسواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل106 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 296 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. دوليا، وفي تطورات حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، استشهد فجر اليوم 11 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حيث وصلت جثثهم إلى مستشفى كمال عدوان أشلاء متفحمة، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض. كما ارتقى 3 مواطنين وأصيب 4 آخرون في قصف استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط القطاع، فيما أدى قصف صهيوني آخر طال منزلا جنوب شرق مدينة خان يونس إلى استشهاد أم وطفلها. وكان قد استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء إثر قصف صهيوني استهدف شقة سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي القطاع. والوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد تأزما على الصعيد الإنساني، فالتعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى في المعتقلات الصهيونية فصول مأساوية من اللا إنسانية يروي جانبا منها بعض الأسرى المحررين من بين 25 أسيرا. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. وصل الأسير الفلسطيني عز الدين مقاط إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج ليلتقي بزوجته التي عبرت عن سعادتها خلال أول لقاء لها بعد أشهر من الاعتقال وفقدان الاتصال والتواصل معه، وذاق مرارة السجون وعذابات السجان. أوضاع الأسرى صعبة جدا، يعني تنكيل فيهم بشكل مش طبيعي، العذاب يعني بكذا شكل، يعني احنا شفناش العذاب، احنا شفنا فنون العذاب، شفنا بتفننوا كيف بيعذبوك، بتفننوا كيف ايش في حاجه بتضايقك، ايش في حاجه بتتعبك يعملوها، يعني الكلبشات الحديد من اول يوم من اصرت فيه لا اخر يوم لا يومنا هذا والكلبشات الحديد في ايدي، التعصيم العينين قعدت 50 يوم معصم العينين، فيش ما ارتفعتش العصمه هذا عن عيني 50 يوم. فالاحتلال الاسرائيلي أطلق سراح 25 أسيرا من بين أكثر من 5000 اعتقلوا منذ بدء العدوان، وظهرت عليهم آثار التعذيب وأماكن الأغلال في أيديهم وأرجلهم، ويروون ما تعرضوا له من ضرب وتكسير وإذلال وتنكيل. دليل العذاب أول ما خدوني كتلوني، يعني قطعوني في الدبسيات والعصي، حطوا لي في إيدي بلاتين، إذا ما عذبكاش وما شافش معك نزل منك دم ما يعذبكاش، لازم الدم يكون أول السبب بعد ما يخلص منك تعذيب، إذا ما عذبكاش يطلع الكلب وكلاب فوق راسك وعلى جسمك يمشوا. لكن الفرحة لم تكتمل عند هذه المرأة، وما زالت تنتظر على أبواب المستشفى تسأل الأسرى المحررين عن ابنها، ربما يكون على قيد الحياة أو أنه استشهد داخل السجون بعد أن انقطع عنهم الاتصال في حصار مجمع ناصر الطبي خلال التوغل البري قبل أشهر. وأم أخرى تبكي بحرقة أسمى أمانيها
أن تعرف مصير ابنها. أنا مفقود له 15 يوم، أنا راضي بحكم ربي إذا ميت ولا طيب، بس المهم يبين لي. أنا دفنت اثنين على سبة أنهم ابني وابن جيراننا مع بعض، في الآخر طلع مش ابني. أنا جيت أجري على المستشفى، كل ما بسمع اسم أسير طلع باجي أجري له، سمعت باسم معتز يقولوا له لا، سمعت باسم محمد معين عبد العال أقول والله مر علينا الاسم هذا بس مش متأكدين وين هم. فلا سبيل للعائلات الفلسطينية هنا سوى المزيد من الانتظار لتعرف مصير أبنائها، إما شهداء أو أنهم مفقودين في الأسر عند الاحتلال ولا تراهم العين أبدا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عامة على إثر انتشار مرض جدر القردة الجديد الذي بدأ يعرف انتشارا سريعا في إفريقيا. الفيروس مرض معد تكون أعراضه عادة شبيهة بالإنفلونزا كالحمى والقشعريرة وألام العضلات وطفحين جلدي. التفاصيل في هذا التقرير لصالح قسي. تزايد الإصابات بفيروس جذر القردة بدول وسط إفريقيا أثار وبقوة قلق المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، خصوصا بعدما سجلت الكونغو الديمقراطية أكثر من 1000 إصابة جديدة في ظرف أسبوع فقط، فيما ارتفع معدل انتشار الفيروس في بوراندي وإفريقيا الوسطى. دعوات متتالية من أجل التضامن مع القارة السمراء للقضاء على جذر القردة الذي بات ينتشر بين دول القارة الإفريقية وانتقل أيضا إلى بعض الدول الأوروبية، وذلك من أجل توفير لقاح مضاد لفيروس جذر القردة بطريقة عادلة. إنها في الواقع سلسلة لوجستية كاملة بدءا من قبولنا ثم بعض الإجراءات الإدارية قبل الشحن، لكن خطتنا الاستراتيجية للاستجابة للتطعيم جاهزة بالفعل، نحن ننتظر فقط وصول اللقاحات. منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة طوارئ صحية عامة الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر من خلال المخالطة المقربة مثل الاتصال وجها لوجه أو التلامس الجلدي، وأوصت في ذات الحين باستخدام 3 لقاحات مضادة للمرض. نشرتنا تمت، مشاهدينا يومكم موفق وسلام عليكم.